بسم الله الرحمن الرحيم. من صفية محمد صالح المجتمع المدني. هذا الزيارة أو هذا المستشفى الميداني اليومي اللي دارته المندوبية ديال وزارة الصحة ديال الإقليم باش يقلوا من عدد المصابين، لأنهم غادي يدخلوا الناس ما غيبقاوش يتسناو يعني واحد اليومين باش يترحلوا للمستشفيات اللي في الجديدة ولا اللي في بن سليمان أو اللي في المعرض. هذا يعني كينقص من عدد ديال الإصابات ومن الاختلاط. وهذا الميدان بحضور سيد العمل اللي كان الافتتاح ديالو والسيد المندوب الإقليمي والسيد المدير ديال المستشفى مشكورين على هذا العمل الجبار والسيد في هذا الافتتاح، والحمد لله حنا شفنا العمل اللي قاموا به. هو في الحقيقة مستشفى يعني فيه جميع المواصفات الصحية، وتاب يعني بالرفوف اللي كتشوفوا في الخلف ديالي ان كاين مستودع ديال الادويه ومستودع ديال المشروبات تمايا اللي غيقدموا الناس اللي مصابين او المخالطين. وكنشكروا السيد العامل على الحضور ديالو والناس اللي قايمين وساهرين على هذا العمل، وشكرا. شكرا جزيلا. دونك عمر قميشو رئيس بطاقه العلاجات التمريضيه بالمركز الاشفائي الاقليمي مولاي رشيد. كما شفتوا شاف الجميع اليوم قام السيد عامل المنطقه الاقليم مولاي رشيد بتدشين هذا المركز، هذا المستشفى الميداني. جات الفكره ديال التاسيس ديالو نظرا للارتفاع الملحوظ في عدد المصابين بفيروس كوفيد 19. دونك هذا المستشفى الميداني على غرار جميع المستشفيات جاء باش يدعم وجود خدمات ديال لا بريز اون شارج ديال لي باسيون كوفيد 19. المستشفى الميداني اللي كتبلغ الطاقه الاستيعابيه ديالو 40 سرير. كما شفتوا 40 سرير اللي قسمناها على دو كوتي، كوتي اوم كوتي فام، جهه بالنسبه للنساء وجهه بالنسبه للرجال، لكل جهه كاين فيها 20 سرير. هاد المستشفى الميداني فهو مستشفى ميداني نهار، يعني اوبيتال دو جور. هذا هو ليتيليتي ديالو. غتكون كيف ما قلتوا اكوتي ديال هاد المستشفى الميداني كاين واحد 4 ديال الشابيطو، كل شابيطو عنده ليتيليتي ديالو. كل واحد خاص بالاستقبال، واحد خاص بالكونسلطاسيون ميديكال، وواحد سال داتونت، وواحد فيه مستودع اللي يكونوا فيه مجموعه ديال الامور اللي كتخص المصابين. ثلاجه غتكون فيه ديزارموار، غيكونوا فيه ميديكامون، غيكون فيه مجموعه الامور. دونك لي باسيون اللي غيجيو هنا سون دي باسيون كوفيد 19 بوزيتيف، يعني دي باسيون اللي غيكونوا دارت لهم التحليله ديال البي سي ار او لا دار لهم سكانر وتعرفوا بانهم يعني مرضى مصابين بمرض كوفيد 19. من بعد ما كيولجوا المستشفى كيدوزوا اترافير الاستقبال، من بعد كيدوزوا الكونسلطاسيون ميديكال مع الطبيب، وكيدار معاهم واحد لانتيروغاتوار باش كيعرفوا لي زونتيسيدون ديالهم، لي مالادي اللي كانوا كيداويو عليهم، لاج ديالهم ايتترا، امور اللي كتقدر نعرفوا من خلالها يعني هاد لي باسيون سون دي باسيون ا ريسك ولا دي باسيون اللي ماشي ا ريسك. من بعد كيدوزوا لهاد المستشفى النهار كيولجوا. كما قلتي كاين هنايا واحد 3 ديال الوحدات. الوحده الاولى اللي كيكون اللي خصصناها التخطيط ديال القلب. هنا كنديروا لهم لو سي جي التخطيط ديال القلب باش كنشوفوا السلامه ديال القلب ديالهم، واش غادي يتجاوبوا مع الدواء ولا لا. من بعد هنا كاين هاد الوحده درناها خاصه اخذ عينات ديال الدم، من اجل الفحص ديالها. وهذه وحده اون كاد ماليز ولا شي حاجه كيكون عندنا ان باسيون اون سي جامي خدينا ليه الدم ولا شي حاجه ودرنا اون ماليز تقدر تهوسبيتاليزا. هنا كما شفتوا هو مدعمه ببوتاي ديال الاكسجين وبوتونس. من بعد ملي كنديروا ليه هكا كاين هنايا وحده ديال الاشعه اللي جوست اكوتي. هنايا كيمشي الباسيون كنديروا ليه الراديو توراكس ولا كاريمون كنديروا ليه ان تي دي. دونك من بعد ملي كيدار ليه هاد الفحوصات هذه كامله لي باسيون اللي هما ماشي ا ريسك، دي باسيون دي جون كيف ما كنقولوا، يعني دي باسيون اللي الصحه ديالهم مزيانه، ما كيعانيوش من امراض، لاج ديالهم ما كيديباسيش 60 طون. لي باسيون اللي هما مصابين بمرض كوفيد 19 ولكن ما عندهمش اعراض، الصحه ديالهم مزيانه. دونك هاد لي باسيون هادو كنعطيهم التريتمون ديالهم وكيمشيو لديورهم، كيسنيو واحد الاخر على اساس انهم غيلتزموا بالبقاء في المنازل ديالهم وياخذوا التريتمون ديالهم. وكتم تتبع الحالات ديالهم. كاين خاليه هي اللي كتسهر على هذا الشيء هذا، كتتبع الحالات ديالهم عن بعد. وفي حاله المضاعفات ولا شي حاجه كيجي عندنا المستشفى باش كناخذوه اون شارج. بالنسبه لي باسيون اللي كيكونوا ا ريسك، اللي كيكون سوا لاج ديالهم ديباسا 60 طون، سوا كيكونوا عندهم دي مالادي كرونيك بحال مثلا انسيفيزونس كاردياك، انسيفيزونس غينال، كيداوي على مثلا الديابيت او لا الطونسيون ولا مثلا لي فام اونسانت ولا شي حاجه. هاد لي باسيون هادو من هنايا كنديروا لهم ترونسفير تنسيق مع المديريه الجهويه، المستشفيات الميدانيه الاخرى بحال المستشفى الميداني اللي في جديده او المستشفى الميداني اللي في العنق هنا متواجد في الدار البيضاء او المستشفى الميداني ديال بن سليمان. وبالنسبه لي باسيون اللي كيحتاجوا عنايه مركزه الانعاش، عندنا هنا داخل المستشفى وحده اللي الطاقه الاستيعابيه ديالها هي 12 سرير ديال وحده الانعاش بالنسبه لي باسيون كوفيد، او لا كيمشيو لوحدات اخرى بحال السي اش يو او الله يسخن. شكرا جزيلا لك.